الآن من أمام قاعة انتخابات اتحاد الأدباء، والحاشية مالت الاتحاد يمنعون دخولي مثل ما تشوفوا، يردون يمنعون دخولي. وهذا الموظف يحاول يمنع دخولي الآن، وهاي الانتخابات، والمدعوة ساترة ناجي ما أدري منين جابيها تقول يطلع من القاعة، وأنا عضو اتحاد أدباء. شوفكم اليوم فضيحتكم بقلاقي قلت النعل. فوضى انتخابية، ما منظمين ولا مرتبين، مجرد دعاية انتخابات كلاوات وكذب، واللجنة المشرفة على الانتخابات يحركها أحد الأشخاص من الداخل ومن الخارج، يحاولون تكميم أفواه الأدباء. تفضلوا، هذه اللي تدعي بأنه هي عضو لجنة وهي مو باتحاد، مو عضو اتحاد. هذا اللي يحدث الآن في قاعة انتخابات اتحاد الأدباء. هذا اللي قاعد يصير الآن، من فوضى ومن محاولات منع ومن محاولة تكميم أفواه حتى يبقون البعثية جاثمين على صدور الأدباء والثقافة. الأبو يا أبو شريف، ورئيس اللجنة فليح طير الزيدي قبل فترة كان بمعرض، مشارك بمعرض القاهرة على حساب الاتحاد، فاعتيادي هذا راح يمرر كل اللي يردونه. كل يشوف أعضاء لجنة المتابعة اللي هم معنيين أكثر من مرة حاولوا منعي من دخول القاعة، لكن موقف من الأدباء كان مشرف وضامنوا معي وقوا معي ومنعوا أي تصرف خارج. هاي الفوضى العارمة، نفس الفوضى كانت يوم أمس في السكن الأدباء بالفنادق، والطعام البائس والفنادق البائسة اللي تحلهم بيها نفس الشيء. الآن البؤس يتكرر مرة أخرى. هاي الفوضى. تقرير مالي كان تقرير مهلهل، تقرير كذاب، كل افتراءات وكذب. الله يرضى عليكم، حتى في سبيل تسيير العمل الانتخابيه اللي موقفين على المسخ اللي يوفرون البقيه، بس ارجعوا لي. اذا يتوسل اذا تريدون العمليه الانتخابيه تستمر، ارجو ان ترجعون تستريحون في اماكنكم. هاي الاخ قاعد يتوسل بالادباء لانه فوضى وغير منظمين. اساتذه ولا اي تنظيم. انا اقول اللي واقفين على الميز يوقفون. مجرد راح نجمع الهويات من الجميع، ارجوكم ارجعوا. راح نجمع الهويات من الجميع. كانها راح يكون النداء على الاسماء بالمايك يجي ينتخب بكل اريحيه. رجاء، هذا دليل على انه لا يوجد ترتيب ولا يوجد تنظيم ولا يوجد اي شيء من هذا، ولا يوجد احترام للاديب ان يدلي فوضى وخربطه وعدم انتظام، مجرد يريدون يخلصون من قراءه التقرير المالي فقط، وبقيه الامور تركوها. الادباء منذ البارحه واليوم هم عايشين في محنه. اساتذه، رجاء نرجع لاماكنكم، راح نجمع الهويات. هاي اخر نداء. هذا اللي يحصل، وانا راح احتفظ بحقي القانوني بمقاضاه اللجنه ومقاضاه رئيس المؤتمر لانه منعني من ادلاء بصوتي. اساتذه، رجاء يا اتحاد الادباء ارجعوا لاماكنكم. الادباء الناصريه ايضا راح يكون الاقتراع على حسب الهويه والمحافظات. رجاء حبيبي كل الهلا. الكثير من الادباء اعلنوا تضامنهم ووقوفهم معي بوجه الاسلام. استاذ، هذا التاخير كله من وقتكم، رجاء. تفضل، هذا تاخير يحسبه يعني. هم ما مرتبين شغلهم ولا مرتبين عملهم ويعتبرونه تاخير. هم باطلين، ما يعرفون يشتغلون. وموظفين المتابعه والمشرفين على الانتخابات راح يسرون عليكم ياخذون الهويه. هذه المشكله. واحد واحد ارجع.
المتحدثة اللي تتكلم باللجنة هي مو عضو بالتحدي الأدباء. طبعا يردون يلغون الانتخابات، الغوها احسن لانه هي انتخابات باطله. الانتخابات اللي يمنع بها صوت اديب عراقي يعني تقول صوته هي باطله. ساعدونا رجاء. نقيبه المحامين الان تهدد بالغاء الانتخابات. كل واحد يقعد بمكانه. رحمه الوالديه. عزيزي هسه راح ادزلك انا الموظف هسه. يلا عيني اقعدوا. نفس هذه الموظفة هي اللي قالت خلي يطلع حسين رشيد برا، وكأنما القاعة مالت هسه واحدة من اي تقول حكاية، وهي ما لهم حق، هاي اللجنة ما لها حق. اللجنة يتم التحكم بها من قبل أعضاء الاتحاد. انتخابات باطلة والفوضى مستمرة إلى الآن. الفوضى أسيتنا راح يجيهم إن دعوا على المحافظات لتحضير الهويات. أرجوكم استريحوا في أماكنكم رجاء. الفوضى مستمرة إلى الآن. على راسي بس استريح. أستاذ. أجمل ما بالأمر موزعين صورة مالتي على أعضاء لجنة المتابعة والكشف حتى يمنعونهم. أستاذ. غير ام دول الاتحاد راح يكون النداء على هويات المحافظات. استريحوا الرماد. ابدا دول اوغاد لازم تكشفوا. استريحوا باماكنكم. المحافظات راح يكون النداء حسب المحافظات. هاي الفوضى يتحملها اللجنه المشرفه على الانتخابات ويتحملها اساتذه. ارجعوا باماكنكم. الله يرضى عليكم. ويتحملوها اعضاء المجلس المركزي اساتذه. الهواء فيكم رجاء. ويتحملها رئيس المؤتمر. راح نجمع الهويات. والله على مودكم تعبنا رجاء. استاذ ارجعوا لاماكنكم. لاول مره في تاريخ انتخابات الاتحاد تحدث هذه الفوضى وهذا العمل غير منظم. فوضى عارمه للاسف في انتخابات اتحاد الادباء. فوضى عارمه للاسف للاسف للاسف. مع ذلك لن أتراجع. المحافظات ويرفع ايده ويتم جمع الهويات محافظة. مع ذلك أرجوكم على هذا الأساس. لن أتراجع عن نيل حقي وسوف أدلي بصوتي رغم كل الظروف، وسوف أقوم برفع دعوة قضائية ضد اللجنة المشرفة على الانتخابات لأنها غير قانونية وليس لديها الحق في منع أي أديب من أن يدلي بصوته. هاي الفوضى اللي بانتخابات اتحاد الأدباء لم تحدث في تاريخ الاتحاد مسبقا. فوضى عارمة. فوضى عارمة يتحملها الجميع، أعضاء مجلس مركزي ولجنة مشرفة ولجنة عليا ولجنة مشكلة. ما ذنب الأدباء في هذا الجو الحار الخانق؟ ما ذنبهم أن يدلوا بصوتهم ثم يعودوا للمحافظات؟ إلى متى تستمر هذه الفوضى؟ إلى أي حد يستمر هذا الاضطهاد بالأدباء والمثقفين وهم يدلون بأصواتهم؟ بالأمس جاءوا معززين مكرمين، واليوم وقت المغادرة لا أحد يلتفت لهم ولا أحد يبالي بهم، مجرد أصوات. أهلاً أستاذ، مرحباً. هذا حال الثقافة العراقية، هذا حال الأدب العراقي. موجود أبي، موجود أخي، هاي سوي بث مباشر على دولة. للأسف 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 لم نكن نعمل أو نتوقع في يوم ما أن يحدث هذا في اتحاد الأدباء. هذا أحد الأشخاص اللي منعني من الدخول للأسف الشديد. للأسف الشديد هذول اللي خلفي هم أعضاء اللجنة اللي حاولوا منعي، موظفين من خارج الاتحاد يعطوهم أجور يومية ويمنعون الأدباء. رجاء الآن على
هذا حال الثقافة العراقية، خاصة باتحاد الانتخاب هذا حال الجديد، أن يشرف على عملية الانتخاب ليسوا بأدباء ولا شغل لهم بالثقافة والأدباء، فوضى عارمة وفشل في التنظيم، فشل في التنظيم، هذا الفشل في التنظيم ربما يتسبب بتغيير النتائج، بالتلاعب بالنتائج. الأديب الذي يذهب إلى خانة الاختيار الأسماء يكون مشوش عليه تأثيرات من عدد من المرشحين داخل القاعة، هذا كله تخرق انتخابي، يفترض أن لا يحصل في انتخابات تكون محترمة من جهة محترمة متمثلة باتحاد أدباء العراق، لكن للأسف حتى الشيء الجميل الذي كنا نحرص عليه بدأ بالزوال وأخذ يفقد فريقه، من لعبة الدنبلة إلى هدر الأموال إلى السفرات المجانية إلى المشاركة بالمعارض والخسارات إلى عدم تسديد أجور، كل هذا ويبحثون عن العودة مرة أخرى إلى الاتحاد، كل هذا ويبحثون عن التجديد. ما الذي فعلتموه في السنوات السابقة كي تبحثوا عن التجديد؟ هدر أموال، فساد، دنبلة، نادي اتحاد الأدباء تحول إلى 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 بار شعبي يخجل أي أديب من أدباء العراق الدخول إليه. للأسف الشديد كل محافظة سيكون لها ممثل تكون الهويات عنده. اسمع، كل محافظة لها ممثل، ليكن الجميع على اطلاع، كل محافظة لها ممثل وعدد الممثل كلها ترجع رجاء، ليكن الجميع على اطلاع، فقط الممثلين يكون هناك بين اخوانك وجابر، شاهدوا حجم الفوضى اخوان، فقط ممثلين المحافظات، شاهدوا حجم يا الفوضى، شاهدوا حجم الفوضى، شاهدوا حجم الفوضى، هاي الفوضى حتما بتتأثر على الانتخابات وعلى النتائج حتما. بالمناسبة لا وجود لرئيس الاتحاد ولا الأمين العام ولا أعضاء المجلس المركزي، تم تسليم الأمور بيد مجموعة من الموظفين في الفندق وموظفين من المتابعة لا نعرف من جاء بهم، تم تسليم الأمور لديهم فقط، هم المعنيين الآن بالعمل الانتخابي. أخوان كل شخص يشوف ممثل محافظته وسلم الهوية أخوانه يستريح في مكانه. محزن ما يحدث الآن للاتحاد. أخوان كل شخص يشوف ممثل محافظته وسلم الهوية. محزن جدا ومؤلم ما يحدث الآن في اتحاد الأدباء. مؤسف جدا الذي حصل الآن والذي يحصل. مؤسف جدا. نأسف له. نأسف أن يتحول. أن تتحول الدكتاتورية السياسية إلى دكتاتورية ثقافية. كنا نخشى في زمن الطاغية نتحدث، لكن الآن نخشى أن ننتقد في زمن الطاغية في زمن الديمقراطية. وأين تكون قمع حرية التعبير في اتحاد الأدباء الذي يفترض هو ناصية ومنصة للإبداء الرأي والحرية والديمقراطية، لكن للأسف بعد أن سيد التعبير الدنبلة ودخل الأشباه إلى الثقافة وإلى الاتحاد تحول إلى ما هو عليه الآن. هذه الفوضى لن تحدث في تاريخ اتحاد الأدباء، فوضى عارمة للأسف. هذا الشخص الذي يقف خلفي والذي يحمل على ملابسه شعار الاتحاد هو أحد الموظفين الذين قاموا بمنعي من الوصول إلى المنصة، هذا أحدهم. الشاهد الثاني، هذه الفوضى العارمة، مؤسف، وضع مؤسف لا يسوء مع الأسف. نلتقيكم في بث آخر.